في 25% بعد 25% فاتورة غياب وبترسبي بالبنك. عشان ايش؟ عشان ايش الولد طالع من بيته؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اطلع علي بزورهم، انا عندي زيارة لهم للمدرسة. نورة معروفة. التربية الأمنية. نورة معروفة. أنا حضرت حفلة التخريج تبعتك يبقي لما عملوها في الصالة اللي هي في المستشفى الكويتي. أنت حضرتيها؟ لا.